على الانسان وواقعي مش على الانسان. انت قلت يا ربي لم هذا العالم ما فيش يعني نعطيك يعني خدمات فقط لاني دافع على مجانية، يعني كتعرفوا ان الجزائر فقط حتى في العمل القريه الصحراويه عندها مصالح المستقبلية، يعني لما مثلا لو تستقل الصحراء ويكون عندها مصالح اقتصادية ربما. أول شيء ما في عيب، يعني الجزائر تعود عندها مصالح الصحراء الغربية، ما في عيب. وبالتالي أنا نظن أن الشعب الصحراوي أفضل قراءة للواقع من الإخوة الجزائريين، باش لأنه الصحراوي لا يرد الجميل أكثر من اللي عطاو الجزائريين للصحراوي. على مستوى طبيعة المجتمع الصحراوي، طبيعة الإنسان الصحراوي يرد الجميل وأكثر، يعني أكثر من رد الجميل يرد، ما بالك رد دعم سياسي ودعم لوجستيكي من 75 إلى الآن. هاي نقطة. النقطة الثانية، إحنا فاهمين الواقع الدولي، بالتالي يعني معطى المصالح هذا موجود وما في عيب، يعني الجزائر تعود عندها مصالح ولكن هذا ما هو دليل على أن الجزائر تدعم فقط قضية الصحراء الغربية، اللي تدعم من منطلق المصلحي نو، خارج معطى ومعطى مبدئي ومبطى والمعطى الثاني والمعطى الأكثر، يعني أكثر مصلحية، لأنه اللي يفهم كيفاش تنبنى السياسة الخارجية للدول، تنبنى السياسة الخارجية للدول لأنه الجزائر الآن عندها احترام عند المنظومة الدولية، لأنه الجزائر يعني إفراز ثورة. الجزائر باش تفهم أن الجزائر دولة مبنية على ثورة، ما كيف الدول الثانية اللي مبنية على البروتكتورة. المرة موريتانيا. مبنية على الحماية، وبالتالي الجزائر تتغذى من المعطى الثوري الماضي لها، وبالتالي يعني تعاطيها مع قضية الصحراء، أنا نقول لك أنا تعاطي على شقين، الشق الأول الشق المصلحي والشق الثاني الشق المبدئي، أنا ما ننفي لك الشق المصلحي، كاين الشق المصلحي، بالتالي المحيط لا يعود عندها حليب عنده محيط، وبالتالي تقد يعني تتعاطى مع المحيط، المعطى الأمني وما إلى ذلك، أنا ما ننفي لك، كاين المصالح، بالتالي تنظر المصالح، هذا ما هو عيب. الجزائر ما هي جمعية خيرية، الجزائر دولة عندها مصالح. الجزائر ما هي جمعية خيرية تعطي لله، نو، الجزائر دولة تلوث المصالح، هذا ما في عيب، ولكن أنا أكد لك أنه كاين معطى مبدئي هو يزيدها بريق. الجزائر من تدعم قضية الصحراء يزيدها بريق دولي، لأنه الجزائر قلت لك هي إفراز للثورة، وبالتالي يعني الكونتراديكسيون، يعني من ما تدعم قضية الصحراء لا يخلق نوع من التناقض يعني في خطابه، الخطاب الخارجي قائم عن السياسة الخارجية، قائم على دعم الثورات، دعم حركات التحرير الوطني، ولكن نقول لك روي، لو كان يعني تحالف مع الجمهورية الصحراوية أو تحالف مع جبهة البوليساريو قائم فقط على المصالح، جنوب أفريقيا ما تدعمنا. جنوب أفريقيا واش باغي طامعة في المحيط ديالنا؟ خلص الخريطة. من قوى دولتين أفريقيتين يدعمون الجزائر وجنوب أفريقيا. لو كان ده المعطى المصلحي فقط هو القائم على دعم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جنوب أفريقيا ما تدعمنا، لأنه جغرافيا بين آلاف الكيلومترات بين يعني فرق شاسع، ولكن أكد لك أنه خالق معطى مبدئي لا يمكن يعني نفيه، خالق معطى مبدئي ومعطى يعني قائم على التضامن مع الشعوب، لأنه كيف تتعرف على النظام الآن جنوب أفريقيا حتى هو يعني إفراز الحرب طويلة مع النظام العنصري، مع نظام الأبارتايد، فهمني كتير. وبالتالي انا من اكد يعني من ننفي لك انه خلق معطى مصلحي، معطى مادي، انا من ننفي لك هذا موجود وهذا واقع وهذا مو عيب. اولا النظام الجزائري من المصلحه المثاليه والمصلحه الماديه اختلطوا له في جبهه شعبيه تحرير الساقه الحمراء والذهب، علاش؟ اولا المحافظه على فريقه الداخلي والخارجي، المحافظه على شرعيته، المحافظه على شرعيه النظام هو دعم حركه الحرب، والمحافظه على عدم تمكين الدولة المغربية لو المملكة المغربية استولت على منطقة الصحراء الغربية، الجزائر اوتوماتيك ليس بعض. إذا من مصلحة الجزائر المادية هي إضعاف المملكة المغربية، من مصلحتها المثالية هو المدافع عن ثوابتها الوطنية وثوابتها الثورية في إدارة الصراع وفي إدارة السياسة الخارجية والداخلية. لكن يعني هذا المصلحة الدعم الجزائري للصحراويين هو ناتج عن ماضي ثوري وكل شيء، ولكن معطى مادي في إضافة المعطى المادي، ولكن أنا بغيت نناقش المصالح المثالية اللي حكينا الأخ، وأن من منطقة الدعاية المغربية يقول لك أن الجزائر أصلا النظام هو لا يبوث بإسرائيل الديمقراطية، حيث أن أصلا هو ما يعني نظام عسكري ناتج عن يعني انقلاب، وأنه وأصلا لو كانت الجزائر تبحث عن المصلحة المثالية كانت غادي يعني
تعامل مع المشاكل الداخلية تاع مثلا القبائل ولا بعض المناطق اللي كتعرف بالسفر تاع نجاوبك نجاوبك. الدولة الجزائرية الجمهورية العربية الصحراوية والدفاع عن الشعب الصحراوي لا يعني ولا يمكن أن الصحراويين عندهم الحق يعني التجميل وجه النظام الجزائري نو تاع الدولة الجزائرية شرفنا وهذا التاج فوق رؤوسنا وهذا نيشان نعلقه فوق صدورنا ولكن مشاكل الدولة الجزائرية ومشاكل النظام الجزائري من حيث التعدد السياسي والديمقراطي وكذا هذا الشيء يعني الجزائر لا يمكن لما تبريره هذا فعلا واقع موجود داخل الجزائر وهذا نحن نعترف به معنى عن الدولة الجزائرية عندما تدعمنا وعندما تكون حليفنا ليس أن مبرر لنا أن ننكر لا ديمقراطية والنظام الأمني والنظام البوليسي في الجزائر فعلا ولكن هذا يعني الجزائريين ومشكلة الجزائريين وليس مشكلتنا احنا فقط يعني نعترف ونشيد يعني الدعم المادي والمثالي وهذا يعني لا ننكره باختصار الدولة الجزائرية كيف أي دولة ما هي الدولة الجزائرية ما هي نتاج ملائكة ما هي نتاج رباني الدولة الجزائرية نتاج بشري نتاج بشري كيف جميع دول والدولة الجزائرية ما يشتدنا في الدول عندها طبيعة الحال حزمة من المشاكل كيف دول المغرب العربي الموجودة حولها إذا الدولة الجزائرية كيف الدولة التونسية كيف الدولة الليبية كيف الدولة المغربية عندها حزمة من المشاكل الداخلية مشاكل في التعاطي والتطوير الديمقراطي للشعوب هذا الشيء لا ما يقدر حد يبرر ولا يقدر حد ينكره ولكن ما يعترف به الجزائر هو دعمها من بدايه تشكيلها للنظام بعد خروج الاستعمار وبعد اخراجه من قبل الجزائريين هو دعم هذه حركه التحرر قبل جبهه البوليساريو دعم حركه التحرر دعمت حركه التحرر في تيمور الشرقيه في الهند الصينيه في جميع الابارتايد دعمته قبل جبهه البوليساريو واذا هذا الامتداد دعم الحركة التحرر وهذا ننظر له عنها ثابت من ثوابت المصلحة المثالية للسياسة الخارجية الجزائرية مازال ثابت إلى حد الآن وهذا ما يزعج فرنسا والسياسة الخارجية الفرنسية عن الثوابت المثالية للدولة الجزائرية